شخصية المسلم مختلفة، كيف نكونها؟ نقول أيضا هي مجموعة من الخصال وكذلك الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، يحتاج إلى تعلم، لأن المسلم لا يمكن أن يحصل على هذه الصفات إلا بالعلم، والعلم يكون مما يجب أن نتعرف. ما هي الشخصية؟ الشخصية هي عبارة عن مجموعة من الخصال والسمات والصفات، وكذلك أيضا ربما تكون من الخبرات المتنوعة التي يكتسبها الشخص. هذه بمجموعة تكون مكتملة في هذا الشخص، تكون هذه الصفات التي ذكرناها مستمرة معه في حياته، وهي مكتسبة، تكتسب من المؤثرات التي حوله سواء كان مسلما أو غير مسلم، فيتأثر بها فتكون هذه الشخصية. فإذا كان مع جماعة معينة تجده يأخذ من صفات هذه الجماعة، إذا كان في بلد أخذ صفات هذا البلد. ولذلك أهل العلم يقولون فيما يتعلق بالعرف، العرف محكم، يعني أنا أقصد أن هذه الشخصية أحيانا ربما تكون مكتسبة في بيئة معينة، فإذا اكتسبت في بيئة معينة وهي لا تخالف الشرع كانت عرفا، فإذا كانت من العرف كان من يخالف هذا العرف أيضا موجب لما يتعلق إما بالعقاب أو مخالفة ما عليه هذا البلد. فهذه أعراف في كل بلد، ولذلك ذكر العلم قالوا أن العادة محكمة. فأقصد في ذلك أن الشخصية يكونها الشخص على حسب بيئته، فهي مكتسبة. لكن ما هي الشخصية المسلمة؟ الشخصية المسلمة مختلفة. الآن شخصية المسلم مختلفة، كيف نكونها؟ نقول أيضا هي مجموعة من الخصال وكذلك الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، تحتاج إلى تعلم، لأن المسلم لا يمكن أن يحصل على هذه الصفات إلا بالعلم، والعلم يكون مما من الكتاب أو من السنة. إذن المسلم يتعلم ويتحلى بها ويعمل بها في جميع شؤون حياته، سواء مع ربه أو مع مجتمعه الذي يعيش فيه. وذكرنا أنها مكتسبة إما من الكتاب والسنة أو كذلك من بيئته، كما ذكرنا ربما تكون من العرف، ولذلك من خالف العرف ربما يدخل في باب الشرع ما يتعلق في بعض الأحكام.